في الدورة 23 من الملتقى الوطني للتوجيه المدرسي والمقاولة، شباب يبحث عن آفاق علمية رحبة تؤهلهم لولوج سوق العمل بلا خجل أو وجل وبمعارف علمية تتطابق مع هذا السوق. الملتقى الذي يجوب كعادته مدن المملكة يوفر للطالب فرصة الاحتكاك بمختصين في التوجيه يتمتعون بكفاءة تتيح لهم رسم خارطة طريق للطالب الباحث عن استثمار قدراته في الخلق والإبداع عبر الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي تتوافق مع مؤهلاته. نسخة هذه السنة تتميز أيضا بحضور بارز لنماذج ناجحة في عالم المقاولات. مزيد من التفاصيل نتابعها في ريبورتاج لسحر أميمون وسليم عكي. مجموعة من التلاميذ والطالبة جاءوا إلى ملتقى التوجيه المدرسي والمقاولاتي. إكرام وندى تلميذتان بالسنة الثانية بكالوريا تبحثان عن المعهد أو الجامعة المناسبة لهما لمتابعة دراستهما العليا لسلك الإجازة. من رواق لآخر تحاول تلميذتان الحصول على أكبر قدر من المعلومات الكافية لكل مؤسسة، وذلك لإزالة اللبس والضياع من ذهنهما. الهدف ديالنا هو الانيسياسيون ديال روح المقاوله عند التلاميذ، لان بالموازاه مع 3 ايام ديال المنتدى عندنا ندوات اللي غادي يكونوا فورم داتولي، غادي يكونوا دي زانترفونون متدخلين اللي هما دي ديبلومي اللي ديجا انسيري في لافي اكتيف، منهم ان شيف دونتربريز، ان سالاري اللي غادي يقدر يعطي ان تيمونياج ديالو للتلامذ باش يكون ان امبرينياسيون للشباب والتلامذ باش يشوفوا المستقبل بواحد المنظور اللي هو ايجابي. وكنستعملوا عده وسائل، من بين هذه الوسائل كنعرضوا على العديد من المدارس الخاصه والمدارس العموميه ياك، باش كنمكنوا من التلامذ والاباء ديالهم وحتى الاطر ديال الثانويات والاعداديات باش يكون واحد اللقاء بين كاع هذه الفئات هذه ويكون احسن توجيه ويعرفوا كاع المسارات اللي يمكن لهم يتبعوهم. مزيج من المؤسسات حاضرة هنا، حيث يمثل الملتقى الوطني للتوجيه المدرسي والمقاولتي في نسخته 23 فرصة مهمة للتلاميذ والطلبة من أجل التوجيه الأكاديمي. الملتقى يتوزع وطنيا على حوالي 16 مدينة، وذلك لتحقيق التغطية الكاملة لتلاميذ المملكة من حيث التوجيه. جيت لهذا الملتقى هذا الكارفور باش نشوف مور الباك شنو ندير، حيت كاين شي غموض في الباك ما نقدرش نعرف شنو زعما شنو ندير، يا اما ميديسين ولا انجينيوري ولا الفينانس ولا الكوميرس ولا داكشي. دونك جيت هنا باش نتاكد باش نعرف شنو غادي نلقى مور الباك، شنو الافاق اللي غادي نلقاهم مور الباك. يعني من مور الباك يكونوا بزاف ديال لي زيكول وحنا ديجا ما يكونوش عندنا بزاف ديال المعلومات ولا ديزانفورماسيون على هذا الشيء هذا، الوغ كو زعما جيت لهنا باش نشوف بزاف ديال لي برونش، يعني كيكونوا بزاف ديال لي برونش اللي حنا ما كنكونوش عارفينهم. يعني ملي غادي نجيو هنا استكشفنا بزاف ديال لي برونش اللي كيكونوا من مور الباك، يعني بزاف ديال الحوايج. الملتقى الوطني يتوفر على عدد من المختصين في التوجيه، وذلك من أجل تقديم المساعدة للتلاميذ المقبلين على مرحلة جديدة في مسارهم الدراسي والمهني عبر مجموعة من الوسائل التقليدية والحديثة أيضاً.